رمضان كريم، اصحى يا نايم وحد الدايم، قوموا لسحوركم رمضان جاي يزوركم. شعبان افندي شمس المنظرة، الحتة منه كلها منورة، والست كوكب بنتها زيها، وكل حاجة بتشبه اصلها. ها عرفتوا هكلمكم عن مين؟ كان يا مكان لما كان في والي عباسي لمصر اسمه عتبة بن اسحاق، قرر يصحي الناس بنفسه عشان السحور، وكان بيمشي كل يوم من مدينة العسكر لجامع عمرو بن العاص في الفسطاط يصحي الناس. وبعدها أيام الدولة الفاطمية، وتحديدا في عهد الحاكم بأمر الله، أصدر قرار إن الناس تنام بعد صلاة التراويح إجباري. هنقول إيه بقى؟ وأمر جنوده إنهم يمروا على البيوت بيت بيت يصحوا الناس للسحور. وبعد موت الحاكم بقى المصريين يبدعوا في وظيفة المسحراتي، بقى ليها شروط معينة وزي معين وشيخ للمسحراتية، وكل منطقة ليها مسحراتي خاص بيها. ولازم نعرف ان المصريين هم اللي عملوا الطبلة والخشبة اللي بيخبط بيها المسحراتي عليها. كمان المسحراتي ظهر في مصر بشكل اللي نعرفه اول دولة، يعني مهنة المسحراتي مهنة مصرية اصيلة عرفها العالم العربي كله من مصر. المسحراتي ما كانش بياخد فلوس، كان دايما بياخد اكل وهدايا من الناس لانه بيقدم خدمة عامة، وفي العيد كانت الناس بتسلم عليه وبتديله اكل كشكر ليه على مجهوده طول الشهر وبيستنوه السنة اللي بعدها. هتلاقوا المصادر تحت الفيديو، وتوتا توتا فرغت الحدوتة، استنونا كل يوم في رمضان بحكايات جديدة من حكايات ساعة الفطار مع نورهان نبيل.